إنه لشرف عظيم وفخر واعتزاز أن ينال نادي المحرق العريق بإنجازاته، بتاريخه، برياضينه، برجالاته، بأعضاء شرفه هذه المكرمة من سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة بقبوله الرئاسة الفخرية للنادي. إن هذا التكريم وهذه المكرمة تعني شيء الكثير لأسرة نادي المحرق، لأهل البحرين، لشعب البحرين جميعا، وللرياضيين على وجه الخصوص. وأنا واثق تمام الثقة أن نادي المحرق بقيادة معالي الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله الخليفة ورجالات النادي قادرين على ترجمة هذه المكرمة إلى عمل متميز يواصل من خلال نادي المحرق إنجازاته اللي تجاوزت المحلية إلى الأسيوية والخليجية. فهنيئا وألف مبروك للمحرق، إدارة وأعضاء ومنتسبين وجماهير وأهالي المحرق عامة. شكرا.